السلام عليكم. دي المحاضرة التانية في شابتر 3 اللي بنتكلم فيها على Special Functions. المحاضرة الأولانية شرحنا فيها دالة الجاما اللي هي الجاما Function، وقلنا الدالتين اللي احنا بنشرحهم اللي هي الجاما والبيتا دول بيساعدوني في حل التكاملات صعبة، لأن بمعرفة هذه الدوال يبقى التكاملات في منتهى السهولة والقيم بتاعتها تطلع سهلة جدا. فكانت الجاما فانكشن هو التكامل من صفر لما لا نهاية، وجوه التكامل في اكسبوننشن والباور بالماينس، دي الجاما وحلينا عليها مسائل كتير وشفناها. طيب دالة البيتا بقى، البيتا ما فيهاش اكسبوننشن خالص جوه التكامل، لكن عباره عن ايه؟ في تو انتجر معاها او رقمين، التكامل بتاعها من صفر لواحد. انا عندي صورتين للبيتا، اول صوره بنتكلم فيها الاول التكامل من صفر لواحد، اذا لما الاقي صفر لواحد مش جاما خالص. احنا المرة اللي فاتت خدنا مسألة من صفر لواحد بس جوه كان في لين، اتحول اللين للاي وحلية التكامل اتقلبت من صفر لما نهاية واشتغلنا بيها ايه جاما. لكن بيتا تعرفها، اولا بيتا فيها تو ارجمنت ام وان، بيتا حرف البي ام وان، هو التكامل من اللي فين؟ من صفر لواحد. طيب جوه التكامل في ايه؟ في تي وواحد ناقص سي، يعني تي مضروبه في واحد ناقص سي. كويس، كل واحد عليها باور، كل واحد عليها باور. التي باور كام؟ ام ناقص واحد، والواحد ناقص سي باور كام؟ ان ناقص واحد. الله، طب لو انا اتلخبطت جبت دي قبل دي، يعني بدل ام كاتبها ان وبدل ان كاتبها ام، ما تفرقش، اكتبها تي باور ان ناقص واحد او ام ناقص واحد، بس واحده بالام وواحده بايه؟ بالان. يبقى على طول ام ناقص واحد بيساوي الباور هنا يساوي الباور طلع قيمه ام، والان ناقص واحد الباور هنا يساوي الباور هنا طلع قيمه ان. يبقى قيمه التكامل ده بيساوي بيتا الام والان. كويس، دي صوره. الصوره الثانيه لما يكون عندي تكامل من صفر لباي على 2، تكامل من صفر لباي على 2 لاخر سطر عندي، شايفينه اخر سطر قدامي ده هو ده. طيب من صفر بقى على 2 فيها داله في ساين وكوساين، يعني جوه التكامل في ساين وكوساين. طيب الباور هنا 2 ام ناقص 1 والباور هنا 2 ان ناقص 1، برضه ما تفرقش ان هنا او ام هنا، ام هنا او ان، ما تفرقش خالص. الكلام ده بيساوي ايه؟ والصوره ديت جابت اثباتها، يعني احنا دي اثبتناها والصوره دي ده اثبات ان انا اشيل تي واحط بدالها ساين سكوير واقعد احلل وكلام زي كده واجمع، طلع التكامل من صفر لباي على 2 بيساوي ساين باور 2 ام ناقص 1 سيتا كوساين باور 2 ام ناقص 1 سيتا، دي سيتا. طيب التكامل ده هساوي نص بيتا ام وان، يعني لما الاقي تكامل عندي من صفر على 2 بالشكل ده، الشكل ده بيساوي نص بيتا ام وان. يبقى عندي هنا في صورتين للبيتا، اول صوره من صفر لواحد والصوره الثانيه من صفر بقى على 2. بناخد بالنا ان الصوره من صفر على 2 فيها جوه ساين وكوساين، دي هتساوي نص واحد على 2 بيتا ام ان. دايما بننسى هذا النص. نشوف الخواص، بيتا ام ان هي نفسها بيتا ان ام، يعني اكتبها ام ان ان ام ما تفرقش. طيب دي اول خاصيه مهمه جدا، يعني ما تفرقش معنى ما تفرقش، بس جميع مسائل البيتا لازم احولها لجاما في الاخر النتيجه النهائيه، يعني بطلع بيتا ام ان تحول لجاما. يبقى دي العلاقه اللي ما بين البيتا والجاما. ايه هي العلاقه دي؟ بيتا ام ان هتساوي جاما ام فوق، يعني احنا بص في بص ومقام، هساوي جاما ام مضروب في جاما ان، يبقى جاما ام بجاما ان على جاما ام زائد ان
على المجموع. يعني بيتا اكس واي مثلا هسوي جاما اكس في جاما واي على جاما اكس زائد واي، بيتا رقم ورقم، جاما الرقم الاولاني في جاما الرقم الثاني على جاما الايه المجموع. دي الخاصيتين وهنشتغل بيهم في مسائل. مسائل بقى عندنا، المسائل دي هي اللي خليك مور جنرال وتركز فيها خالص كويس قوي، وهتلاقي ايه هتعرف تفرق كويس جدا ما بين البيتا والجاما. اول مثال عاوزين تكامل من 0 ل 1 اكس باور 3 في 1 ناقص اكس كلها باور 2 دي اكس. طب هنحلها ازاي؟ والله ما هي 0 ل 1، طيب ماشي 0 ل 1 دي ممكن بيتا جوه فاكس 1 ناقص اهي اكس 1 ناقص او تي 1 ناقص او واي 1 ناقص واي. طيب الاكس عليها باور اللي هو 3 وال1 ناقص اكس كلها عليها باور اللي هو 2، يبقى 3 دي بتساوي ام ناقص 1 يبقى ام بتساوي 4، والاثنين دي بتساوي ان ناقص 1 يبقى ان بتساوي كام؟ 3. يبقى الكلام ده التكامل من 0 ل 1 اكس اس 3 و1 ناقص اكس كله اس 2 دي اكس هتساوي بيتا كام؟ بيتا 4 وبيتا 3 بيتا 4 و3. طب هسيبها كده؟ لا ما تسيبهاش كده، لان عاوز فاليو عاوز قيمه، والقيمه اللي ما تجيش الا بايه؟ بالجاما. هتساوي جاما الاول في جاما الثاني، جاما 4 في جاما 3 على جاما المجموع 4 زائد 3 7 على جاما 7. جاما 4 بيساوي كام؟ مضروب 3 اوعى ننسى، وجاما 3 بيساوي كام؟ مضروب 2، وجاما 7 بيساوي كام؟ مضروب 6. اعوض فيها تطلع الريزلت معايا. شوف الموضوع سهل ازاي؟ طب ما انت عارف الجاما كويس جدا، البيتا خلاص. اكزامبل رقم 2 عاوز احسب التكامل من 0 ل 1 1 على اكس ناقص 1 كلها اس 1 على 4 دي اكس. طب نفكر بقى يا ربي، تكامل من 0 ل 1 دي قلنا بيتا، طيب بس بيتا جوه ايه؟ اكس 1 ناقص اكس، اكس لوحدها و1 ناقص لوحدها، هنا ايه؟ ده قوس 1 بس في 1 على اكس ناقص 1. طب نعملها ازاي؟ نشوفها. لو انا حط المقامات اللي جوه 1 على اكس ناقص 1 او حدها المقام اكس اهو، والبص هيبقى ايه؟ 1 ناقص اكس. يبقى عباره عن ايه؟ لما بصيتها دي 1 على اكس ناقص 1 بقت 1 ناقص اكس على اكس، مظبوط؟ وتوحيد المقامات دي ده كل ده باور كام؟ 1 على 4 اهي دي اكس. طيب معنى ايه؟ البص لوحده والمقام لوحده، البص لوحده 1 ناقص اكس كله اس ربع، والمقام اكس كله اس ربع جي اكس. طب كويس، ما دي اخلي اكس اس 1 على 4 تحت تطلع فوق بناقص اهي باور ناقص 1 على 4، 1 ناقص اكس في باص زي ما هي كله اس 1 على 4. الله بقى الصوره عامه، اه الصوره عامه ايه اكس 1 ناقص اكس، ابص الباور بقى يبقى ناقص 1 على 4 بيساوي ايه؟ ام ناقص 1، يبقى ام هتساوي كام؟ 5 على 4. 1 على 4 بيساوي ان ناقص 1، يبقى ان بيساوي كام؟ 3 على 4. يبقى اذا ايه دي كلها هتساوي كام؟ بيتا 3 على 4 5 على 4. احولها للجاما، جاما الاولانيه في جاما الثانيه على مجموع الجاموزين، يبقى جاما 3 على 4 في جاما 5 على 4 على جاما 2. طب وانا حبيت اجيب الريزلت، بس لازم اجيب الريزلت، جاما 2 بيساوي كام؟ ها بيساوي كام جاما 2؟ مطلوب 1. طيب حلو قوي، ولا مطلوب 2؟ مطلوب 1. اه طب جاما 3 على 4 اجيبها ازاي؟ 0.75 ده جدول بطلع من الجدول. طب جاما 5 على 4 بيساوي ايه؟ 5 على 4 جاما ايه؟ ربع، وجاما ربع معروف. تمام، اذا ممكن اطلع القيمه دي على طول. مثال اخر، evaluate the following integral، تكامل من 0 ل 4 4 واي تربيع، الجذر التربيع ل 1 ل 4 ناقص واي جي واي. طيب اولا من 0 ل 4 ما ينفعش، لان البيتا من 0 ل 1. طب ماشي نشوف اللي جوه، يبقى مع التعويض تتحول لكده اللي جوه واي اس، تمام. بس هنا ايه؟ 4 ناقص واي كله اس نص 4، لازم تكون واحد بقى، لازم يكون واحد. طب اعمل ايه؟ خد ال 4 مشترك، لما اخد يبقى واي تربيع، خد ال 4 دي بره المشترك، ال 4 لما تطلع بره الجذر تطلع بكام؟ ب 2 صح؟ جذر 4 يبقى جوه كام؟ واحد، ال 4 بقت واحد ناقص الواي يبقى واي على 4 اهي، يبقى واحد ناقص واي على 4. يبقى لما خدت الاثنين مشترك ادي 2 واي تربيع الجذر التربيعي واحد ناقص واي على 4 دي واي. دي على شكل البيتا، لسه هظبطها على البيتا ازاي؟
لما اخد واحد على اربعة المسألة دي حملها بقى ترانسفورميشن حاجة تاني، اعمل سبستيوشن، خدت الواحد على اربعة سميتها اكس اهي، يبقى واحد على اربعة بيساوي اكس. كويس اوي، يعني واي بيساوي كام؟ اربعة اكس. حلو جدا. حلو التكامل بقى نشوفها. طب قبل ما احط التكامل شفت واي فاضي دي بالنسبة لواي، يبقى دي واي بيساوي اربعة دي اكس، يبقى دي واي بيساوي اربعة دي اكس. يبقى همسك واحدة واحدة بقى. اول حاجة الواي اشيلها احط بدلها كام؟ اربعة اكس، يبقى اربعة اكس كل تربيع واحد ناقص الواحد اربعة بإكس، حطيتها بإكس، الدي واي بيساوي اربعة دي اكس. طيب حدود التكامل هنا لما الواي بيساوي صفر، ايوه يبقى اكس هيساوي كام؟ صفر برضه. خلاص شكرا. يبقى لما الواي بصفر اكس بصفر، يبقى تكامل بصفر. طب لما الواي بيساوي اربعة حط واي اربعة هنا، يبقى اكس هو كام؟ الاربعة دي هتروح مع الاربعة دي، يبقى اكس هو كام؟ واحد. يبقى انت واي بيساوي اربعة اكس هو واحد. طب يبقى شكل التكامل بقى الجديد بتاعنا اهو هيبقى ايه؟ التكامل مسألة من صفر لاربعة، الصفر بقى صفر والاربعة بقت كام؟ بقت واحد. ماشي. الواي تربيع يساوي كام الواي تربيع؟ ها؟ قلنا الواي اربعة اربعة اكس مش كده؟ يبقى اربعة اكس كل تربيع. واحد ناقص واحد اربعة بإكس، واحد ناقص اربعة كله سكس. يبقى الشكل ده عبارة عن ايه؟ طلع الصوت بره بقى وشوية وصف المسألة. الاتنين اهي، فين الاتنين دي؟ اللي خدتها مشترك من اهي. والاربعة سكوير بكام؟ ب 16 اهي، يبقى 16 اهي. وفي اربعة دي واي بيساوي اربعة دي، الاربعة يبقى اربعة اهي. يبقى ايه جوه التكامل؟ اكس باور اتنين اهي، واحد ناقص اكس جذر يعني نص نص. يبقى الاتنين دي بيساوي كام؟ ام ناقص واحد. يبقى الام هيساوي كام؟ تلاتة. حلو. واحد ناقص والنص اللي فوق دي ان ناقص واحد، يبقى الان بيساوي كام؟ نص زائد واحد بتلاتة على اتنين. واضرب ده في ده في ده يطلع اتنين اس سبعة بره البيتا. طيب يبقى اتنين اس سبعة بيتا تلاتة وتلاتة على اتنين، احولها للجاما يبقى يساوي جاما تلاتة، جاما تلاتة على اتنين على جاما المجموع، المجموع اللي هو يساوي كام؟ تسعة على اتنين. وفك الجامات واطلع القيم واطلع الناتج النهائي. مسألة جميلة وسهلة. ماشي. ناخد مثال آخر، مثال رقم أربعة. قبل كده التكاملات عندي كان من صفر لواحد، وبستخدم القانون قلنا عندنا صورتين للبيتا، استخدمنا أول صورة للبيتا. الصورة التانية من صفر لباي على اتنين، فوق ساين تربيع واحد، تحت واحد زائد تان تربيع. الله. طب نفتكر الرول، الرول كانت بتقول لي التكامل من صفر لباي على اتنين ساين أس اتنين إن ناقص واحد زائد كوساين اتنين إن ناقص واحد، يعني جوه في ساين وكوساين. طب اجيبها ازاي دي؟ نشوف اللي اجيبها ازاي. الساين موجود عندي فوق اهي، لكن واحد زائد تان تربيع، فاكر واحد زائد تان تربيع؟ واحد زائد تان تربيع من حساب المثلثات من القوانين كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي سيك سكوير اهي. يبقى فوق ساين تربيع وتحت ايه؟ سيك تربيع. الله الله. طب واحد فوق ساين تربيع وتحت سيك تربيع، طب سيك تحت لما تطلع فوق تبقى بايه؟ تبقى بكوساين. يبقى فعلا يعني طلعت السيك من تحت لفوق، بقى لان واحد على سيك بيساوي كوساين، يبقى ساين تربيع مضروب كوساين تربيع. اطبق الرول، ها باور اتنين هنا، الاتنين ده هيساوي ايه؟ اتنين ام ناقص واحد، يبقى اتنين ام بيساوي تلاتة، يبقى ام بيساوي تلاتة على اتنين. والاتنين التانية دي بتساوي ايه؟ اتنين ان ناقص واحد، يبقى اتنين ان بيساوي تلاتة، يبقى ان بيساوي تلاتة على اتنين. يبقى الجزء ده كله هيساوي ايه؟ نص. التكامل ده نص بيتا كام؟ تلاتة على اتنين وتلاتة على اتنين. احنا دلوقتي فهمنا الجاما وفهمنا بيتا، والبيتا بالصورتين مسألة بالصورة من صفر لواحد من صفر من صفر لباي على اتنين، وحلينا كذا مسائل على هذا الكلام. ده كان يعتبر ايه؟ ده نهاية شابتر تلاتة. طيب حلو، هل كده احنا تمام؟ لا مش تمام، لازم اعمل براكتس. فين؟ في اسايمنت رقم تلاتة. طب يا رب فين الاسايمنت ده؟ الاسايمنت ده في الورقة معانا، كل واحد فيكم معاه الورقة اللي في الاسايمنت ده. كويس، هنحل فيه ونتدرب لغاية ما نطلب منكم حلول بعد كده. تمام، يلا وربنا يوفقكم وجود لك. شكرا.